السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعنا الكرام، مرحبا بكم. عدة أخبار وفيديوهات في هذه النشرة سنستهلها بهذا الفيديو ديال القبض على جانحين مسلحين في فاس. كانوا هزين مسطرة، واحد كان هز فيهم مسطرة، والطريقة الفعالة اللي قاموا بها رجال الشرطة من أجل القبض عليهم. بقوا معنا وشوفوا هذا الفيديو كما هو. هنا شوفوا المسطرة في شيء، هز مسطرة كما كيقول موثق الفيديو، راهو غاديك هربان. هانتوما كتشوفوها، ها هي المسطرة راه كتبان واضحة، ها هما غاديين. غنقرا عليكم البلاغ ديال الأمن اللي كيوضحها، هو واحد بغى يهرب وغادي يشدو الشرطي بطبيعة الحال، والآخر حتى هو غادي يتمكنوا رجال الشرطة مشكورين على هاد المجهودات القيمة اللي كيقوموا بها. هنا مول المسطرة غادي يلوح المسطرة ديالو. هاد المسطرة الإخوان والأخوات كانت غادي تهدد حياة المواطنين بطبيعة الحال من سرقات، وتقدر تسبب لهم عاهات خطيرة جدا لولا تدخل الشرطة. مشكورين ضباط الشرطة اللي كان غادي يجبد سلاح ضابط الشرطة، ولا مفتش الشرطة كان غادي يجبد السلاح ويضرب به هاد مول الحمر، ولكن رمى السيف ديالو ولا هذيك المسطرة قبل ما يتم ضربه بالقرطاس، ولكن الحمد لله انه تم القبض عليه. هنا لحظة القبض على هاد الجانحين كيف ما كتشوفوا، وراهو هذيك المسطرة ولا هذاك السلاح الابيض اللي استعملوه، سلاح كبير جدا وخطير. من ناحيتهم ماذا تقول المعلومات بخصوص هذه الواقعة؟ حيث تقول شرطة فاس توقف 3 أشخاص متورطين في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس الجديد دار الدبيبغ التابعة لولاية أمن فاس يوم أمس الأحد 6 أكتوبر 2024 من توقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وقد تم ضبط المشتبه بهم في حالة تلبس، وهم يعترضون سبيل المواطنين بغرض السرقة في شارع البطحاء بمدينة فاس. تم توقيفهم بعين المكان، كما جرى حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء التي استعملت في تنفيذ هذه الجرائم. الواقعة تم توثيقها في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر لحظة تدخل الشرطة لتوقيف الجناة. هذا وقد وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بفاس الجديد دار دبيبغ تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. طبيعة الحال هو كيف كيبان في هذا الفيديو اللي تم فيه القبض عليهم. بطبيعة الحال هو هذا الفيديو، نعود نشوفوه. هنا راه هز مسطرة وغادي هربان هو والشريك ديالو، كانوا بغين يسرقوا، وهنا يتم القبض على الشريك اللي بغى ينقز مورا السياج وشدوه، ودابا هو غادي يلوح هنا، غادي يلوح الجنوي او المسطرة او السلاح الابيض، وغادي يتم القبض عليه بسلاسة. كتشوفوا انهم كيكونوا رجال فقط على النساء، هاد باردي الكتاف، وملي كتجي الشرطة وملي كيجيو ليهم الرجال كتلقاهم كيوليو بحل الفتيات. هما حيدوا لي السلاح الابيض بسلاسة، وكل ما حيش السلاح كان غادي تضرب طبيعة الحال بالقرطاس. تحية لهاد رجال الشرطة. هذا بخصوص الخبر الأول. ندوزو نشوفو الخبر الثاني، وهو واحد العملية السرقة اللي خطيرة جدا. شوفوا شنو وقع لواحد العامل في محطة البنزين. السلام عليكم خويا، بخير لاباس؟ ثاني هو الله يرحم باك، عندي لك الطلب. الله يخلي لك مهمتك، أنا خدام في ستالاسيون شي اللي في العراقي، اللي حدا جامع عراقي. وهاد السيد دار عندي المازوط وهرب، خلصت من راسي اخويا قهرون ولد حرام، والله الله يرحم لك الوالدين، الله يحفظك اشي. الا بغيتي نعطيك سميتي نعطيك سميتي، تا هي ماشي مشكل، راه كاينه في فيسبوك. الله يحفظك خويا، الله يرحم لك خويا. انا ما بغيتش اللوح، كنت نتشاور معاك. الله يرحم الوالدين. خويا الله يحفظك، بارطاجيها في هاد عندكم في الباج باش تدعروا خويا، الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم.
خويا بخير لاباس ثاني خويا الله يرحم باك عندي لك الطلب الله يخلي لك مهمتك انا خدام في ستالاسيون شي اللي في العراقي اللي حدا جامع عراقي وهاد السيد دار عندي المازوط وخلصت من راسي اخويا قهرون ولد حرام الله يرحم لك الوالدين لا حفظك هادشي إلا بغيتي نعطيك سميتي نعطيك سميتي تا هي ماشي مشكل راه كاينة في فيسبوك تا حفظك خويا الله يرحم لك أنا ما بغيتش اللوح نتا نتشاور معاك الله يرحم الوالدين باش ماشي تعرف خويا الله يحفظك بارطاجيها في هاد المهم اخواني واخواتي كما كتشوفوا السيد خدام في واحد ستاسيون ديال ليسانس واحد المحطه ديال الوقود هاد السيد خدام على وليداتو بطبيعه الحال ولا على راسو المهم السيد خدام كيتقاتل على الوقت وكيتقاتل على الزمان كيجي واحد بارد الكتاف حتى هو كيعمر بالسياره ديالو يا حسره كيعمر الوقود وكيفر الى وجهه غير معروفه تفاصيل ديال هاد القضيه انها وقعت في ستاسيون في الطريق العراقي كما كيأكدوا المعطيات ستاسيون شيل ديال العراقي طريق الجديدة عفوا بمدينة الدار البيضاء دار المازوط وهرب للسيد مسكين خدام تخيلوا خدام وخصو عاير بدا يخلص هاد المازوط من عنده واحد يجي يدير لك بلان 700 درهم ولا 500 درهم ويجي يهرب فواحد اللحظة وقعطر هاد السيد يخلص من جيبه مع كامل الاسف ما غاديش يشرح مومو الستاسيون هو خدام يقول لي اعطيني فقط المازوط اللي دار شغلك هذاك مع كامل الاسف الثقه ولات منعدمه في هاد الوقت كنشوفوا بحال هاد الافعال كنتمنى انهم يتم القبض على هاد السيد اللي دار هاد الفعل المشين وياخذ العقاب ديالو وبطبيعه الحال يعوضوا هاد السيد اللي خدام فقط كيخدم على وليداتو ولا كيخدم على راسو لان هادشي ولا معيب جدا بكل صراحه كنشوفوا بحال هاد الاعمال اللي ما كتفرحش بعد باردي الكتاف اللي اصبحوا الشغل الشاغل ديالهم هو النصب والاحتيال كما شفنا في قضيه ديال مجموعه الخير ودائما كنبغي دائما نوجهها مع كامل الاسف دائما هادشي باش الناس ما يبقاوش يتقولبوا كل صراحه نقولوها بقاو شي نصبوا عليهم لانكم مع كامل الاسف نتوما كتحملوا حتى واحد شويه المسؤوليه لان ما بقاش الثقه اصبع على مليار الناس وكتقول هي ضحيه حجر النحل بوحدي تا خرج منها مليار هادشي كامله ونصب عليهم وحده في حجر النحل كامله فيها وحده مضرورين من دوك الناس ديال مجموعات الخير حنا اللي ضرونا بزاف هما الاضمينات اللي نصبوا علينا اكبر نصبه هما الاضمينات انا 4 مليون و80 فرق صاحبتي 20 مليون صاحبتي هي اخرى 4 مليون وزايد الضحايا هما حنايا اللي كنا هبال وما عارفين شي وامين وما قارين شي كنا كاش نهزوا فليسه نخدموا فيها ونديوها لها هما حنا هما الضحايا مشيو يجيبوا لنا الاضمينات اللي داو هاد الفلوس هادي يجيبوهم يقدموا مع يسرى وكريمه باش كل واحد مع كامل الاسف كما كتشوفوا فهاد الشيء ولا قوى هاد الشيء ديال النصب والاحتيال فدائما المرجو الحيطه والحذر وما تلموش نفسكم لا وقعتوا ضحايا ديال هاد النصابه راك لا حطيتي فلوسك لاي واحد ايا كان كما كانت الظروف كتعني انهم واحد النسبه ديال 90% ولا 99% انهم مشاو لك حتى واحد ما كيدير الخير فابور حتى واحد حتى دوك اللي كيقول لك انا نوريك التجربه ديالي ولا ما كاينش شي حاجه فابور واي حي ولا كيقول لك وريني شي ميثود باش ندخل الفلوس حتى من الانترنت ولا اي حاجه ولا التداول اي واحد كن على يقين تخيلوا نعطي واحد المثال صغير سمحوا لي لا طولت في هذا الفيديو ولكن نعطي واحد المثال صغير دابا تخيلوا واحد مول القهوه واش واحد مول القهوه غادي يجي يبدا يشرح الناس كيفاش تحلوا قهاوي وكيفاش تنجح لكم وشنو هما المشاكل اللي كديروا ايور ما يمكنش يورك لان لا وراك غتلقى 10 القهاوي حالين حدا بعدا غادي يهرسوا هو الاول فما يمكنش شي واحد في شي دومين يعطيك المعلومات الا كيعطيك المعلومات العامه فقط اما المعلومات اللي مهمه راه كيحتفظ بها راسو لان علاش لانه تا هو ضرب على تماره وتمحن عليها وخسر فيها وربح فيها عاد باش يقدر ما يقدرش يعطيها لك هكاك فابور بلا فلوس ولا شي واحد يقول لك نوريك شي ميثود اي واحد يوريك شي حاجه ولا يبيع لك فورماسيون ولا يبيع لك شي دروس باش دير الفلوس عرف بان هذيك الطريقه راه سالات صافي وما بقاتش خدامه فدائما ديروا عقلكم اخواني واخواتي ودائما استهلك بلا ما تهلك وشكرا على حسن الاستماع والاصغاء.